الحل بتاع الميد تيرم لو حد عنده اسئله معينه نقف عندها. السؤال الاولاني اللي هو بتاع ديزاين ريجستر فايل، زي ما قلت لكم قبل البريك ان الريجستر فايل تكوينه من جوه الاستراكشر بتاعه او اركتكشر او موديفيكيشن بتاعته مش داخل في امتحان الفاينل. هاويفر خليكم فاكرين ان الريجستر فايل في حد ذاته هو اليمنت موجوده جوه الداتا باث، سنجل سايكل داتا باث، والسنجل سايكل داتا باث داخل في امتحان الفاينل. وخلي بالكم ان احنا من ضمن الحاجات المسائل اللي ممكن تسالوا فيها يعني او سام كايند اوف ا بروبلم من انواع المسائل اللي بتيجي في شابتر 4 جيفن الداتا باث حاول تعدله عشان يسبورت انستراكشن ثانيه او تعدل اكسكيوشن معين او تعمل تشينج وات ايفر. انتوا اتدربتوا على حاجات زي كده في الاساينمنت والمحاضره وفي حاجات في الامتحانات اللي فاتت. الداتا باث في حد ذاته الرسمه اللي هي موجوده في المحاضرات الفاينل هتبقى جيد في الامتحان، مش المفروض تحفظوها يعني ده فاهمينها بس. فالاليمنتس اللي موجوده فيها انتوا محتاجين تفهموها، محتاجين تعرفوا الاليمنت ده والبورتس بتاعته والويدثز بتاعتها وبتعمل ايه. اللي انتوا مش هتمتحنوا فيه في الفاينل هو الاركتكشر من جوه، الرسمه بتاعته تموديفاي، بس انت ممكن تموديفاي الرسمه نفسها. فاللي موجود هنا او الاول بارت ما كانش هتشوف المساله بس موجود في الحل اللي هو السيمبل بتاع الريجستر فايل. ده بنسميه سيمبل او بنسميه ايكون. بس احنا مستعملين كلمه سيمبل هنا. ده عباره عن ايه؟ عباره عن 1 2 3 4 5 انبوت بورتس و 2 اوتبوت بورتس. الانبوت بورتس دول عباره عن ايه؟ التلاتة دول ريجستر ريد ريجستر نمبر 1 ريد ريجستر نمبر 2 ورايت ريجستر، دي ارقام الريجسترز اللي انت عايز تقراهم او تكتب فيها. اثنين ريد 1 رايت. فالريجستر فايل اللي احنا بندرسه 2 ريد 1 رايت اوبريشن ات ذا سيم تايم. الداتا اللي عايز تكتبها بتكتبها هنا والداتا اللي بتتقرا بتتقرا على 2 بورتس. الرايت سيجنال دي اذا 1 بيت سيجنال مهمتها انها تنيبل الرايتنج داتا في الريجستر فايل. الريجستر فايل ما بيعملوش ريد انيبل. لما تحط له نمبر اوف بورتس بيقرا على طول. ليه ما فيش ريد انيبل؟ عشان الريدنج اوبريشن ما هياش ديستراكتيف. يعني ايه ما هياش ديستراكتيف؟ يعني يو دونت ديستروي سمثينج. فما فيش اي ضرر انك تقرا حتى لو ما استفدتش بالديتا ده. من الحاجات المهمه اللي تتعودوا تعملوها دايما انك تنديكيت الويث بتاعت اللاينز. يعني ايه؟ يعني الاركتكشر ده كان 32 بيت اركتكشر. فباي ديفولت الحاجه اللي ممكن ما تكتبش عليها الويث اللي هي 32 او 1 بيت. 32 بس ميك شور انها تبقى بولد شويه وال1 بيت ثين، بس الحاجات المشكله اللي تكتب عليها يعني المفروض بعد زي ما هنشوف الدايجرام بعد كده ان ده 5 بيتس وده 5 بيتس وده 5 بيتس. البلوك ده او السيمبل ده المفروض تعرفوه للفاينل، يعني ده ملوش علاقه بيه. الاركتكشر بقى نفسه او حل المساله، المساله كانت طالبه ايه؟ المساله كانت طالبه ان احنا نديزاين ريجستر فايل ذات كونتينز 16 32 بيت ريجسترز. في الامتحان في طلبه اتلخبطت في الجمله دي. هي انجلش وايز 16 معناها عددهم 16 و 32 بيت معناها الويدث بتاعهم 32 بيت. The register file has two read ports and one write port. Draw the detailed circuit diagram of your design showing the bit width of all input and output signals. السوليوشن بتاع الدايره نفسها اللي هي موجود هنا على قد ما اقدر فيتنج في السكرين دي. البارت ده اللي هو الريجستر ريدنج وده الريجستر رايتنج وده الداتا تو بي رايت. خلاص؟ ودي الداتا اللي هي الريجستر نفسها الريجستر بانك زي الميموري موجوده جوه عباره عن رو كولكشن اوف روز افري رو از ريجستر 32 بت ان ويث. في الامتحان الطلبه سالوني هل لازم نرسم ال 16 ريجستر؟ لا طبعا. انت ممكن تنديكيت شويه منهم وخلاص والنقط دي كافيه، يعني حتى 0 1 14 15 ده كتير، كان ممكن تنديكيت واحده الاخرانيه من الغلطه بتاعتي. الاوتبوت بتاعهم داخل على مالتيبلكسر مرتين عشان بتعمل تو ريد اوبريشن. يختار which one to read based على الريد سيجنال اللي هنا. فالريد سيجنال دي بتختار المالتيبلكسر ده والريد سيجنال دي بتختار المالتيبلكسر التاني. خلاص this is done. انت بتعمل الريدنج ده done. انك تاخد الاوتبوت وتدخله على المالتيبلكسر and you select it. You're always reading. الحاجه اللي فيها تريك شويه ان الرايتنج. الرايتنج محتاجه انيبل سيجنال اللي هي السي. الانيبل سيجنال دي جايه من ايه؟ جايه من السيجنال اللي اسمها رايت اللي هي دي اندد مع الاوتبوت من الديكودر.
الديكودر ده بيعمل ايه؟ بياخد الفور بيت بتاع رقم الريجستر يحوله 16 عدد الريجستر، فانت بتديكود رقم الريجستر ليه هي فين بالظبط. فرقم الريجستر في حد ذاته مش كافي انك تقرا، لازم في تو كونديشنز يحصلوا عشان تقرا، انك انت تكون عايز تقرا تكتب اصلا يا اسطى بالرايت سيجنال دي اهي، فالرايت سيجنال دي بتديكيت انك عايز تكتب، وبعد كده الاوت المالتيبلكسر بيديكيت ويتش وان الاندنج ده بينيبل وان اوف ذيم تو رايت ان يقول لي ات اند يو رايت اونلي ان وان. الخطوط الحمراء دي الماركينج اللي المعيدين مشوا عليه في التصحيح عشان يبقى بريسايز الثمان درجات اتقسمت ازاي خلاص كفرين كل حاجه في التصحيح. حد عنده سؤال؟ المساله دي مور اور ليس شبه الاكزامبل في المحاضره، الجديد فيها انك حطيت حاجتين مع بعض في المحاضره، كان بيوريك هاو تو ريد وانذر اكزامبل هاو تو رايت، حطهم مع بعض في نفس الرسم. السؤال اللي بعد كده اللي هو كان المالتيبل تشويسز، خليني اقرا واحده ستيتمنت ستيتمنت ونحلها مع بعض، واللي عنده كويشن او حاجه مش واضحه يسال. الجمله الاولانيه A character X can be stored at location in the memory of a MIPS processor. ايه اللي significant about الكاركتر؟ ان الكاركتر بتاخد 1 بايت وما فيهاش word alignment. يعني ايه word alignment؟ افكركم ان الحاجات اللي طولها 4 بايتس لازم تبتدي بادريس multiple of 4. الكاركتر هي 1 بايت ملهاش word alignment، تقدر تحطها في اي ايه؟ اي مكان. وبالتالي اي ادريس في الميموري صح، عشان كده الاجابه هي ايه؟ all of the previous. الحاجه اللي تيك كير اوف ات all the previous، الحاجه اللي تيك كير اوف ات ان هي ما يطلعش ادرس اوتسايد ال 4 جيجا. يعني لو انا مكانكم كان لازم اتشيك بس الادريسيز دول، واوبفيسلي ما هماش اكتر من 4 جيجا، ما يطلعش اكتر من 4 جيجا، ليه؟ لان ادرس من 0 ل 4 جيجا ناقص 1. بس دي الحاجه الوحيده اللي بي كيرفول ويز. An instruction from MIPS processor can be stored at location. الانستراكشن طولها 4 بايتس، فلازم تتسجل عند ادريس مالتيبل اوف 4. فانت دور في الادريسيز دول مين المالتيبل اوف 4. هتكتشف ايه؟ ان رقم سي ما ينفعش، لان هو اخر واحد فده رقم اود مش مالتيبل اوف 4. وبالتالي رقم دي ما ينفعش. رقم اي اند بي ينفع، بس رقم بي اكتر من 4 جيجا، هيطلع بره الميموري باوندرز، عشان كده هيبقى الاجابه ايه؟ رقم اي. The destination of a MIP in a MIPS arithmetic instruction is، احنا عارفين ان arithmetic instructions في MIPS كلها الديستنيشن بتاعها is a register، ما ينفعش تكون في ميموري. وانا قلت لكم المره اللي فاتت في المحاضره يعني ايه لود ستور اركتكشر، ان الانستراكشن بتاعت ال LU دايما تكتب الريزلت بتاعتها في الريجستر، عشان كده الاجابه بتاعتها بي register. The destination of a MIPS store instruction is، الستور بتكتب في الميموري، فالديستريشن بتاعك از ميموري، فالاجابه هي ميموري لوكيشن اللي هي ايه. Of the following comma is an immediate instruction. مين في الانستراكشنز دول immediate؟ الاميديت معناها ايه؟ معناها ليه اوبراند arithmetic immediate، رقم given في الانستراكشن. فاولا الاد دي مش الاميديت فيرجن، واللود دي مش arithmetic instruction، والسبتراكت ما هياش immediate instruction، اللود اي لها immediate operand، فالاجابه هي اللود اي. Of the following is a data transfer instruction، data transfer اللي هم اللود ستور. فعندنا اللود ستور اللي هي رقم سي اللود instruction. Of the following has no immediate version، انتوا عارفين ان السبتراكت ما هياش immediate version، صح؟ الاور لها اور اي، والاند لها اند اي، والاد لها اد اي. Of the following is an S-type instruction. مفيش حاجة اسمها S-type instruction. ماشي؟ في الامتحان الطلبة قعدت تارجي معايا ما يمكن في S-type ومش كده. مفيش S-type instruction، احنا درسناش، احنا درسنا في ثلاثة types، الـ I والـ G والـ R. تمام؟ وبالتالي none of the previous. R-type instructions can use up to كم register؟ up to 3، صح؟ ممكن يبقى فيه 2، ممكن يبقى فيه 1، بس هي up to 3. الرقم X بقى دي كانت controversial شوية. اللي هي ايه؟ if x بتساوي ناقص 150 on purpose هي نيجاتيف، خلاص؟ the instruction could be used to divide it by 2، خلاص؟ actually حتى لو هي مش ناقص 150 كنا هناخد في الاعتبار الحاجه في الاجابه. الديفايد خليك فاكر دايما
ان divide by 2 and multiple هي shift right, multiplication by 2 and multiple هي shift left. خليكم فاكرين كده تمام. فكرتكم بدي شويه اللي هي كانت تريكي, كان فيها اسئله كتير بس هو معظم الناس حليناها يعني. لما رجعنا الورق ما لناش مشكله قوي فيها. الشيفت رايت, شيفت رايت كل بيت معناها ديفايد اوفر 2 بيتس ديفايد اوفر 4 في صعب. الشيفت ليفت بتضرب في عندنا كام انستراكشن, عندنا شيفت ليفت لوجيكال, شيفت رايت اوتوماتيك, والثالثه اللي هي شيفت رايت لوجيكال. مفيش شيفت ليفت اوتوماتيك, مفيش انستراكشن بالشكل. المشكلة في ايه؟ لو انت جبت نمبر وليكن 4 بيتس بالشكل ده 1 1 0 ضربته في 2 يبقى 1 1 0 0 صح؟ مفيش مشكلة. قسمته على 2 هتعمل ايه؟ 0 1 1 سوري 1 1 تحط 0 ولا تحط 1؟ لو حطيت 0 الرقم ده كان في اكشوالي نيجاتيف نمبر. فكركم بالتوس كومبليمنت كانت عباره عن 0 1 1 1 التوس كومبليمنت بتاعها عباره عن ايه؟ 0 1 0 0 اللي هو 2. لو انت حولته كده اصبح بوستر نمبر 7. ازاي تقسم ناقص 2 اسف على 2 تطلع 7؟ بينما لو انت عملت كده حطيت 1 1 1 مظبوط كده؟ ده هيطلع كام؟ التوس كومبليمنت 1 0 0 يعني ناقص 1. ناقص 1 تقسم ناقص 2 على 2 يطلع ناقص 1. المغالطه جت فين؟ لما انت انسرتت 0 حولت رقم نيجاتيف لرقم بوزيتيف. لما انت حطيت 1 النيجاتيف ده نيجاتيف. والقاعده اللي اتعلمناها زمان في اللوجيك او النمبر باينري سيستم او النمبر سيستم ان الواحد على شمال الرقم النيجاتيف ما بتفرقش. والزيرو على شمال الرقم البوزيتيف ما بتفرقش. ومن هنا اخترعوا لنا الحكايه دي. شيفت رايت اريثماتيك بتعمل ايه؟ بتدوبليكيت الساين بيت بتكررها تاني فتحافظ على البوستيف ضمن البوستيف والنيجاتيف يبقى ضمن النيجاتيف. طب افترض انك انت مش هدفك من الشيفت ده انك تقسم على اثنين, هدفك تشيفت الرقم. فور اني اذر ريزون ساعتها عايز تنسرت زيرو ده هدفك, ساعتها استعمل شيفت رايت لوجيك. دي تستعملها في حاجات النون اريثماتيك. مفيش ليه شيفت ليفت اريثماتيك؟ عشان ما ينفعش تشيفت ليفت وتضيف حاجه غير الزيرو. لو انت ضفت حاجه ثانيه زي واحد الرقم اتغير خالص على رقم جاي. عشان كده مفيش حاجه اسمها شيفت ليفت اريثماتيك. في بروسيسورز فيها انستراكشن زي كده مش الميبس. ساعتها الاثنين دول اكويفالنت لبعض, الاثنين بيعملوا نفس الحاجه. بس غالبا دي مش موجوده عشان ما تتلخبطش. خلاص؟ الناقص 150 انضافت مخصوص عشان تنبهك للحل, يعني اكشولي كان ممكن نقول 150 ويطلع الحل برضه زي ما هو, وضمنا بنعمل اريثماتيك اوبريشن لازم تستعمل اريثماتيك. بس عشان ينبهك للحل حطينا الناقص 150, دي عملت شويه لخبطه. The MIPS instruction load upper immediate can be equivalent to an add immediate instruction followed by A. افكركم اللود upper immediate بتعمل ايه؟ لو عندك دي ريجستر اللود upper immediate بتلود 16 بيتس في الابر هاف من الريجستر وتحط زيرو زيادة. انا مش عايز استعملها, انا عايز استعمل اد ايميديت. فهضيف زيرو زائد 16 بيت كونستنت هيطلعوا هنا. اوديهم هنا ازاي؟ بعد الاد اعمل ايه؟ اعمل شيفت ليفت فولد باي اشيفت ليفت, شفت ليفت 16 بيت تمام؟ لغايه كده مفيش مشكله. المسائل اللي هي اكس اي اي عشان تحلها صح محتاج انك تتعب شويه وتكتب الحل جنب عفوا. الحل سهل بس مشكلتك لو خممته ممكن تغلط في العدد. ف ذا مينيمم نمبر اوف ميبس اسمبلي انستراكشن نيدد تو رايت اي اوف 100 يساوي اي اوف 0 بلس 100. تعال نكتبها. هنعمل ايه؟ هو بيقول لك في مسألة البيز اوف
ده ريزيستر موجود في اس زي. فهنعمل ايه؟ هنلود تي 1 0 ورقة اس زي. ده هيعمل ايه؟ هيروح ايه؟ ايه وبعدين ايه 0 يحطها في ايه؟ في تي 1. ده كان اد ايميديت تي 1 تي 1 ورقة 100 نضيف على تي 1 100. بعد كده نستور تي 1 فين؟ في اس 0 زائد ال 100 و اس. ده في رايي المينيمم 3. كده الحل هيطلع ايه؟ 3. لو انت مختلف معايا قول لي سيكونس تاني اقل من كده تعمل فيها انستراكشنز. خلي بالك في المساله بتقول ذا مينيمم نمبر، يعني ايه؟ يعني اكشوالي الفايف غلط. ال1 وال2 امبوسيبل. ممكن يكونوا بوسيبل لو حد فكر بطريقه مختلفه عني ولقى حل. I would change my mind. بس لو حد قال لي بس الخمسه لا، ما دمت لقيت ثلاثه ما ينفعش الحل يكون دي سهله. الصعبه شويه هي اللي بعدها. نعم؟ لا لا دي يا جماعه مش محتاجه تكون 400. تاخد الرقم ده تضيفه على اس على طول يديك ادرس النبي. لما تكون اي بندورها اربعه ليه؟ عشان اي اكشوالي هو رقم الاليمنت في الاري. ثواني ثواني معاك حق. صح 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 هو قال انها انتجر اري. صح صح لا معاك دي 400 لان دي اري اوف انتجرز. فدي 400 فعلا المفروض ان انا بعمل عمليه من غير ما اعمل لها انستراكشن لوحدي. خلاص كان ممكن حد يغلط انه يعمل ايه ياخد ال 400 يضربها في اربعه. لا ملهاش لازمه دي ممكن تختصرها لوحده. ذا مينيمم نمبر اوف ميبس اسمبلي انستراكشنز ادد needed to write a of i بتساوي a of i plus 100. دي تريكي شويه كويس. دي لازم تكتبها فعلا عشان تعملها. في طريقتين تعمل بيها. الطريقه المختصره اللي تاخد list number عشان تعملي من number. افترض ان الاي موجوده في s1 والريجستر والاري موجوده في اس 0. ممكن تعمل ازاي؟ اول حاجه محتاج تعملها تضرب الاي في 4. دي ممكن تعملها بطريقتين. الطريقه الاولانيه تقاد 4 اي على نفسها مرتين. اد اي في اي الناتج تقاده على نفسه. دي هياخد تو انستراكشن. انت عايز المينيمم. لو عملت شيفت ليفت لوجيكال حطيت في تي 1 اس 1 في 2 تضرب هتشفت اس 1 اللي هي الاي 2 بيتس كانك ضربتها في 4. دي هي الصح انك انت عايز المينيمم نمبر مش الاجابه الصح بس. بعد كده اد تي 1 تحط عليها الاس 0 تحط النتيجه في تي 1. يبقى كده عندنا ايه؟ الادريس بتاع اي اوف اي لود في تي 2 الادريس ده. بعد كده تأدي الميديت المية. بعد كده ستور تي 2 فين؟ تي 1 ماشي. 1 2 3 4 5 وبالتالي يطلع الحل 5. لو حد لقى طريقة تانية يطلع 5. المفروض ان احنا كنا نضيف في الحلول 6 لان كان في حل تاني في 6 اللي هو انا اتفق دي ب2 بس عشان ما نلخبطكمش شلنا ال 6 منها فتبقى الحل 5 اللي هي اكبر حاجه. لو حد عرف يعملها في 3 او 2 او 1 يقول لي. The minimum number of MIPS assembly instruction needed to write F بتساوي A plus B plus C minus D بكام instruction؟ هتستعمل ايه؟ هقول لكم على الحل واسالكم سؤال اديكم عليه بونص مارك. احنا عايزين نضيف نكسب A plus B plus C minus D ونحط ده فين؟ في الاف. ممكن تعملها بطرق كتير.
اسهل طريقه تعملهم تعمل ايه؟ تجمع ايه بلس بي تضيف عليهم السي تطرح منهم الدي. هتقول ايه؟ اكس 1 بتساوي او اس 1 سي 1 بتساوي ايه بلس بي. بعدين سي 1 بتساوي سي 1 بلس سي 1 بعدين سي 1 بتساوي سي 1 هات شويه اف لا بتساوي سي 1 ماينس سي 2 انا اتعمدت استعمل تي 1 بس يو دونت هاف تو. هقول لك اتعمدت ليه. ممكن تحط تي 1 بعدين ترجع تحط تي 2 هنا بعدين تحط تي 2 دول كام ستيب؟ ثلاثه تمام وده المينيموم يعني ده في رايي ده الايه؟ ده المينيموم. خليني اسالكم سؤال سريع. الستايل اوف رايتنج الايكويشنز دي الطريقه دي بيسموه ايه؟ دي اس اسمه ايه؟ تو برانز. لا هم دول مش تو برانز دول فري. انا بالك ان الريزلت دخل معاك دول فري تو برانز وان ريزلت. ستايل اوف رايتنج الايكويشن بتاعي اسمه ايه؟ سيكوينشال. ده كومبيرد بارل صح؟ بس لا مش ده اللي انا عايزه حاجه ثانيه. فاكرين الاركتكشر ستايلز الدكتور اش الدكتور طاهر اداها لكم كان في ايه وايه 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 دي انا واحد فيهم؟ لا ده مش ميموري تو ميموري ده اكشن ريجستر تو ريجستر اكيوميتيف ستايل. اه ممكن تاخد بونص اكيوميتيف ستايل يعني ايه؟ ضفت اثنين واكيوميتيد عليهم اكيوميتيد عليهم وده اكيوميتيف ستايل. اكيوميتيف ستايل انك انت بتاكيوميت في نفس المكان. فممكن بقى تعملها ازاي؟ حتى يبقى في بلس بي بعدين سي ماينس دي وبعدين يجمعهم على بعض وهكذا. ممكن يطلع عدد ستيبس اكتر ممكن يطلع عدد سيم بس المينيموم نمبر اوف ستيبس بيطلع دايما من الاكيوميتيف ستايل. دي عشان تجمع ايه انت عندك عايز تلود من ايه اوف ار الاريز بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن بيز و اوفست. فالبيز هو الايه والاوفست هو الار. فالبيز موجود في اس 0 والاوفست موجود في ايه اس 1 تاخد ده تتبلغ في 4 وتجمعه على اللي بعد كده تريكي شويه مش كل الناس حلتها. ذا مينيمم نمبر اوف ريبس اسمبل انستراكشن نيدد تو رايت اف اكس ليس ذان واي ذن زد بتساوي 1 ايلس زد بتساوي 0 ذن. معظم الناس او مش يعني في نسبه مش قليله كتبوا كود اللي هو ايه؟ بيبرانش ايكوال يعني بيست الكونديشن بيبرانش ايكوال ويست زد بواحد ويجامب يكتب كود مش غلط. لان هي ترجمها كومبايل اف السي ستيتمنت بالشكل ده. بس اكشوالي في نيبس انستراكشن بتعمل الكلام ده كله في وان ستيب اللي هي اسمها ايه؟ سيت اون ليس ذان. فانت كل المشكله اللي محتاج تعمل ايه؟ تحط الاكس في ريجستر 1 والواي في ريجستر 2 والزد في ريجستر 3 وتقول له سيت اون ليس ذان ريجستر 1 ريجستر 2 ريجستر 3 فايت از اكشلي 1 ستيب. الباقيين بقى سهلين. ذا لارجست ايميديت اوبراند فور ان ميبس اد ايميديت الاد ايميديت الاوبراند بتاعها سايند ساين 16 بت بيتراوح من كام؟ بيتراوح بين 2 اس 15 ناقص 1 2 ناقص 2 اس ايه؟ اس 15 صح كده؟ ليه؟ عشان تاخد في اعتبارك النيجاتيف بالبوزيتيف. اللي بعدها الاند اي الاند دي اسمها بيت وايز لوجيكال اوبريشن. البيت وايز معناها بتشتغل بيتس كل بيت 0 و 1 مفيش ساين في البيت وايز مفيش ساين في اللوجيكال انستراكشنز وبالتالي البيتس كلها معاك. عشان كده اكشوالي اللارجست نمبر هو ال 16 بيت كلهم واحد اللي هي 2 اس 16 ناقص 1. اللي بعد كده هتلاقي حتى الستيتمنت دي معدله على اللي كانت موجوده في الامتحان سنه. If we need to set, set في اللوجيك معناها assign to 1 وريست معناها assign to 0 وكلير معناها assign to 0. في الامتحان كانت مكتوبه ازاي؟ If we need to set the least significant two bits of register S1 بس the mask should be. كتير ناس سالوني في الامتحان معناها set to 1 or 0 عشان كده انا عدلت المساله سنه قلت to 1 but don't assume دايما انها هتكون كده.
هي دايما set معناها assign to. فانت احنا محتاجين نسيت the least significant two bits of a register is 1 to 1. عندك register عايز تسيت the least two bits to 1. المطلوب the mask should be. الماسك عبارة عن ايه؟ تعمل ماسك كده وتقور معاها. السيتنج بتستعمل اور، الكليرنج بتستعمل اند. الماسك لازم تكون ايه عشان تحط واحدين هنا؟ واحدين. الماسك شود بي واحدين او ثلاثة انديسيمال. خلاص؟ ليه؟ عشان هتعلمنا في اللوجيك ان اكس اور 1 1 بصرف النظر عن قيمة الاكس. طيب الماسك شود بي كذا. السؤال اللي بعد منه if we need to set the least significant two bits of a register S1 to 1 هي نفس المسألة. We should use أهني instruction or ولا and ولا or immediate. هي actually is an or. نستعمل or ولا or immediate. مادام في least significant two bits ال or immediate الأوبراند بتاعها دايما 16 بت. مادام الرقم هيطلع أقل من 16 بت أو 15 ناقص 1 فأنت ممكن تستعمل or immediate. ممكن تستعمل اور. وبالتالي الحل فعلا هو اور او اور اميديت. لما يبقى في تو بوسيبل سوليوشن، في حل بيقول لك انسر بي او انسر سي، يبقى البي والسي في حد ذاتهم غلط. الاجابه الاصح هي الانسر دي. بينما النقطه الاخرانيه if we need to set the most significant two bits of a register zero the most significant ones دول عايز تسيت الاثنين دول الماسك بتاعتك لو هتستعملها هتطلع 32 بت ماسك. ما تنفعش تستعمل اور اي، لازم تستعمل او عشان ايه؟ بقت اكبر من 16. اي سؤال؟ المساله الاخرانيه بقى ودي ما كانتش صعبه. في جيفن بيس اوف كود كويس كده؟ و في بيس اوف كود جيفن و جيفن ذا فولوينج مابس اسمبلي كود سيجمنت. Set on list them, branch equal, add, jump, add. Which of the following C language statements could be produced from decompiling? Decompiling يعني ايه؟ يعني نحول من assembly to C. That assembly code. Assume that the compiler associates registers S0, S1 with variables A and X. خلاص؟ ايه أحسن طريقة تفهم بيها الكود؟ كل واحد يفهم الكود بطريقة تريحه. الطريقة اللي أنا بحبها أو بفهم بيها الكود أحسن ان انا اكتب كومنت. الكومنتس مش بارت من الحل. يعني في طلبه بعتوا يسالوني قالوا لي كان في درجه على الكومنت؟ لا الكومنت مش بارت من الحل، بس انا بفهم الكود احسن بالكومنت. فالستيتمنت الاولانيه اللي بتقول ايه؟ set on less than t0 s1 s0 0 اخذا في الاعتبار ان معاك variables a و x، معناها if a اقل من 0 then خلي t0 1. انا لغايه دلوقتي ما فهمتش الكود. برانش ايكوال التي 0 و 0 ال 1. لو التي 0 بتيكوال تو 0 برانش 2 برانش 2 ايه ال 1. خلاص انا برانش 2 ال 1 اللي هي دي. يبقى لو ايه اقل من الزيرو هنخلي تي 0 بواحد. لو طلعت ال تي 0 بزيرو معناها ان الاي اكبر من او يساوي زيرو، معناها الكونديشن ما اتحققش. ساعتها نروح لايه؟ لال 1. خلاص؟ لو الكونديشن اتحقق هنعمل ايه؟ هنقاد 0 0 نحطها في اس 1، معناها لو الاي اقل من زيرو الكونديشن اتحقق خلي الاكس بزيرو. يبقى لو الكونديشن اتحقق معناها ان الاي اقل من زيرو هنخلي الاكس بزيرو. طيب لو الكونديشن ما اتحققش هيحصل ايه؟ معناها ان ايه اكبر من او يساوي زيرو خلي الاكس بواحد. يعني باختصار لو الايه اقل من زيرو هنخلي الاكس بزيرو، اذروايز هنخلي الاكس بكام؟ 1. معناها انك انت بتعمل سيتنج اون جريتر ذان اور ايكوال. بتسيت اكس ب1 لما تكون الايه اكبر من او يساوي زيرو، اذروايز بزيرو. معناها الانستراكشن دي اكشوالي لو بصيت في المطلوب بي هي سيت اون جريتر ذان اور ايكوال. لما الاي تبقى اكبر من او يساوي زيرو هتعمل سيتنج للاكس. لما ترجع بقى للاوبشنز اللي جيفن فوق اللي هما في المطلوب ايه؟ الثلاثه اوبشنز المطلوب الثاني بيقول ايه؟ لو اي اكبر من او يساوي زيرو خلي اكس ب1، بس ما قالش خلي الاكس بزيرو امتى، فما ينفعش. المطلوب الاولاني الحل الاولاني والاخير عكس بعض.
الاولاني بيعمل ايه؟ اكس بتساوي اكس بتساوي لما الاي اكبر منها يساوي 0 1. لما الكونديشن ده ما يتحققش تبقى بزيرو. ده اللي احنا قلناه. لو بصيت في المطلوب الاخير لو اكس لو هي اقل من 0 خلي الاكس بواحد، ده عكس المطلوب في المساله، فكان ما ينفعش. الحاجه اللي لخبطت الناس او حاسس انها صعبه، الناس ما افتكرتش الاوبريتور اللي هو علامه الكويشن مارك كولو. ده اوبريتور في السين، درستوه في السين، هو بس كده. فانت محتاج تسيت اون كونديشن از وان ستيتمنت، خلاص. وده اللي هي سيت اون جريتر ذان اور ايكوال. في طلبه كتير سالوني هل انا لازم اكتب سيت اون جريتر ذان اور ايكوال؟ لا، لو كتبت اي سودو انستراكشن باي اسم بنفس المعنى صح. يعني في طلبه في الامتحان كتبوا سيت اندرسكور جريتر ذان اندرسكور اور اندرسكور ايكوال، مفيش مشكله، كويس. اخترعت اي اسم تاني اس اي حاجه كلهم صح، اصل انا محتاج المعنى مش محتاج الاسم بتاعه. مفيش سودو انستراكشن، يعني في سودو انستراكشن جيفن زي انت عملتها في تجربه المعمل او الموجوده في الاساينمنت او موجوده في الكتاب، بس انت ممكن تختار اي سودو انستراكشن لو الاسمبلر بيسبورت الاي انستراكشنز. برانش جريتر ذان لو انت قررت تعملها برانش جريتر ذان، بس هي اكشوالي الكود مش بيبرانش. يعني انا اعتبرها صح لو جات لي في الامتحان يحل بالشكل ده، بس ده مش حل مظبوط. ما تعملهاش تاني بعد، يعني لو جات لك الفاينل. ليه؟ لان الكود ده اكشوالي الريزلت بتاعته ما بيبرانشش، هو انترنالي بيبرانش بينه وبين نفسه. بس لو عملتها برانش ايكوال معناها هيبرانش الادريس بره الكود ده، فانا ما اعتبرهاش غلط، بس هي مش صح. ماشي، يعني انا صححها انها صح من حيث الكونسبت، بس هي مش صح. لازم يبقى عندك مثلا تحت في ال2 ما تعرفش ال2 ايه، الكود ده في الاخر بيجامب ال2، فساعتها لازم تبقى برانش جريتر ذان. خلاص، اسمبل ذا برانش ايكوال انستراكشن ان بارت ايه، اللي هي شكلها عامل ازاي. برانش ايكوال تي 0 0 ال1 لحل اي وبي غلط، مش معناه انه هيعرف يحل سي غلط، لا، هما اندبندنت من بعض. ده مهم الجزء ده. طيب البرانش ايكوال شكلها عامل ازاي، الفورمات بتاعتها في الامتحان لما جيني صح بنلاقي الطلبه كاتبين كلام صح، بس في وسط اللخبطه والحل وكده بيعملوها. نظم الحل بتاعك، يعني اكتب الفورمات وعوض في الفيلز وحولها. التعويض والحل ممكن يطلع فيه غلط، بس الواحد لما كاتب الحاجات واضحه بياخد درجات عاليه. فهي ار فورم اي فورمات، عارف انها اي فورمات لان انا عارف البرانش ايكوال اي فورمات. دي مش معلومه جيفن في الامتحان، في الامتحان انت بتبقى جيفن الاوب كود، بس مش جيفن انها اي ولا مش اي. فالاوب كود من التيبل اللي كان جيفن كان باربعه حطيناها، التي 0 اللي هي الاوبراند الاولاني ب 8، الاوبراند الثاني ب 0، والادريس ال1 بنجيبه ازاي هقول لكم دلوقتي. ال1 دي هنجيبها ازاي هقول لكم دلوقتي. خلي بالك من مشاكل انك تحول من اسمبلي لباينري، انك ما تاخدش في بالك او في اعتبارك الفيلد ويث. يعني لازم تاخد بالك ان برانش ايكوال الاربعه تتكتب في 6 بيتس، التي 0 تتكتب في 8 بيتس في 5 بيتس، والاس 0 او الزيرو ريجستر تتكتب في 5 بيتس، والاوفست او الادرس يتكتب في 16 بيت. دي الغلطه الكومن، في ناس كتير ما بتكتبش كده. بعد ما يخلص ما يلاقيش 16 بيت، او يكمل 16 بيت بزيروز على اليمين او الشمال، ده غلط. هتكتب كل فيلد في الويتس الصح بتاعه، خلاص؟ طيب جبنا الاثنين دي منين؟ لو رجعنا تاني للكود هنا، انت بتحسب اوفست. انا هجامب فورورد ولا باكورد كام ستيب؟ بتحسب الستيب بتاعتك منين؟ وانت بتكسكيوت البرانش ايكوال، خلي بالك البروجرام كاونتر بقى بيبوينت هنا. دايما البروجرام كاونتر مش بيبوينت الانستراكشن بينج اكسكيوتد، لا. باي ديفينيشن البروجرام كاونتر بيبوينت الانستراكشن تو بي اكسكيوتد. خلاص؟ فالبروجرام كاونتر هنا. انت عايز تروح هنا. كام ستيب؟ على 1 ستيب 2 ستيب. لو كنت عايز تروح لسيت اون ليست ذان يبقى ماينس 1 ماينس 2. ماينس والبوزيتيف والاوفست بتاعك فين او البيز بتاعك مين؟ البيز بتاعك هو الايه؟ النكست انستراكشن بعد البرانش. من هنا جت ال2. لما تكتب الكلام ده بقى باينري والبيز بتاعته صح وتجمعهم مع بعض هيطلع هيكس واي سكوير. بس ممكن تستعملها بالكالكوليتر مفيش مشكله. لو 32 بت بالكالكوليتر كبيره ممكن تحط 16 في 16 مفيش مشكله. او قسمهم، خد كل اربعه وحولهم للهكس ديجيت بتاعهم، فيطلع الحل ايه؟ زي ما موجود في السطر. اللي بعدها عكسها، جيفن الباينري حولها الاسمبلي. جيفن الباينري حولها الاسمبلي، كويس؟ الباينري كان عباره عن ايه؟ عباره عن 000 دي
2C2 0C2. فكها الاول باينري وبعدين خد اول 6 بيتس على الشمال طلع منهم الكود. من الكود ده هتعرف منه ايه نوع الانستراكشن. وانس عرفت نوع الانستراكشن عرفت الفورمات بتاعها هتعرف تكتب الفورمات. فهما في الحاله دي 6 بيتس زيروز فهي ار فورمات، وبالتالي كتبنا الفورمات بتاع الار انستراكشن. بعدين عملنا ايه؟ قسمناهم على فيلز. في الار فورمات عباره عن 6 5 5 5 5 5 6 فقسمناهم على الفيلز بالشكل ده. بعد كده حولناهم ليه؟ لديسيمال عشان اعرف اقرا. اول خطوه بتاخد الاوب كود مع الفانكشن يديك ايه؟ نوع الانستراكشن. ف0 مع 2 هي شيفت رايت شيفت رايت لوجيكال. شيفت رايت لوجيكال كنا بنشرحها من شويه. خلاص؟ ما تفرقش. فالانستراكشن شيفت رايت لوجيكال. الانستراكشنز الموجوده في الشيفت رايت لوجيكال خلي بالك الار اس از نوت يوزد. الار اس مش نوت يوزد عشان كده حطينا مكانها الزيرو ده ملوش قيمه. الزيرو ده اهو ملوش قيمه. الزيرو ده ملوش قيمه. ماشي؟ بالتالي الريجستر اللي معاها اللي هي 13 هي تي 5 والشيفت والديستنيشن 4 اللي هو اي 0 والشيفت اماونت 3. خلاص؟ يعني ده اهو الريجستر تو بي شيفتد والديستنيشن اهو والشيفت اماونت. خلي بالك في المابس في الباينري بنكتب سورس سورس ديستنيشن، في الاسمبلي بنكتب ديستنيشن سورس سورس. خلاص؟ وبعد كده الاماونت اهو 3. اي اسئله؟ المطلوب اللي بعد كده كومبايل ذا فولوينج سي لانجويج كود انتو اكيميليتور ستايل اسمبلي لانجويج assuming that A, B, C are integer variables in memory. خلاص؟ أول حاجة بتلود البي، لود ادريس اوف بي. لو حد كتب لود بي برضه مش غلط قوي يعني، بس صح تكتب ادريس بي مش لود بي بس مش غلط. ساعتها بتحط البي في الاكيوميليتور، لود في الاكيوميليتور الهيدن ريجستر از اكيوميليتور. في ريجستر اسمها اكيوميليتور دي هيدن. دونت منشن. بعد كده بتسبتراكت منها ادريس اوف سي. حاجتين نتعلمهم هنا ان الاكيوميليتور ستايل بيسبورت اوبراندز في الميموري في الميبس وفي الريسك ما ينفعش يبقى فيه اوبراند في الميموري. الحاجه الثانيه ان الديستنيشن بتاع السبتراكت انستراكشن هو الاكيوميليتور فبقى الاكيوميليتور فيه بي ماينس السي. خلاص؟ بعد كده عايز تاساين ده للايه؟ فتستور ادريس بي. هتستور ايه؟ الاكيوميليتور الحاجه الهيدن توديها في الادريس ايه في الميموري. ايه اللي ناقص عندك في الاكيوميليتور دلوقتي؟ الايه؟ خلي بالك الاكيوميليتور بيتنه على الحاله اللي هو فيها، ففي الايه؟ ممكن واحد يكتب بعدها لود ادريس ايه تاني. دي ينقص عليها حاجه ليه؟ لانك انت في الاكيوميليتور بيوبتمايز جيفن على الستيت بتاعت الستيتس بتاعت الاكيوميليتور. فانت الاكيوميليتور اوريدي فيه الايه؟ دونت ريلود ات اجين. دي مش صح قوي. النيجيشن بت ايه؟ بتانفرتد ساين، خليها ماينس ايه عشان تبقى ماينس. بعد كده اد عليها ادريس اوف سي. وبعدين في الاخر تستور في الادريس اوف. الحاجتين التريك في المساله دي انك تاخد بالك ان الاي استمرت في الاكيميليتور وانك تنجيت الاي. خلاص؟ في ناس كتير ما عرفتش تعمل نجيت في ايه مع انها كانت موجوده في مساله في الاساين. النجيت معناها تقلب الساين. اخر مساله ودي برده مش كل الناس عرفت تحلها ما اعرفش ليه. ستاك كود. خلاص؟ احسن حاجه تعملها انك ترسم الستاك. هل في الامتحان كانت الستاك جيفن؟ ما اعتقدش الستاك كانت جيفن صح؟ انتوا كان المفروض ترسموه. فتعودوا انك ترسموا الستاك. فالستاك في الاول خالص كانت امتي ما كانش فيها حاجه في الاول خالص امتي وبعد كده بوش 7 حطينا 7 الاستاك بتحط فيها وتحط عليها فانت اكشوال بتحط في البوتوم بتاع الاستاك بعد كده دوبليكيت معناها تكرر اللي موجود في الاستاك اون توب اوف ذا ستاك اللي موجود على التوب بتاع الاستاك تكرره تاني فالسبعه اتكررت بعد كده نيجيت فتاخد التوب بتاع الاستاك تغير الاشاره بتاعته اصبح ناقص 7 اد تاخد اخر حاجتين تابلاي عليهم الاوبريشن وتحط النتيجه مكانها فانت خدت الناقص 7 وال7 ادد وحطيت 0 مكانهم بعد كده بوش 5 حطينا ال5 بعد كده سبتراكت بتطرح اللي فوق من اللي تحت ف0 ماينس 5 فبقى ناقص 5 بوب ام معناها ايه؟ خد الناقص 5 دي حطها في الميموري فلما تاخدها هتمسحها من الستاك فالستاك انها ايه؟ انها فاضيه. واضح؟ اي اسئله؟ الستاك الاسامشن بتاعنا هتجروه كده
مش غلط ان احنا نعمل ستاك كده، بس لو عمل كده نكتب هنا الاس مثلا زيرو مثلا او شويه مش لازم تبدا بس عشان مش لازم تبدا مش غلط ان احنا بس الكونفشن الموجود في كل او في الاوف يعني ان الستاك ده بس ما نشوفش كده بس ده لوجيك كده انا ما عجبتش بس بس ما تعملوش كده يعني ليتس فولو ذا كونفنشن او النوتيشن بس هي كونفنشن يعني هي في الاخر هي مكان في الميموري بيتحرك ازاي مش مهم كده موجود وكده موجود. مين عنده سؤال تاني؟ علي صوتك بس. بص هو الصح كل الكومبينيشنز اللي انت بتفكر فيها صح يعني اكشوالي في الريسك او الميبس او الارم حتى انك ترسم من تحت لفوق من فوق لتحت صح انك تروح من هاي ادريس لو ادريس لو ادريس هاي ادريس صح كلها صح بس العرف جرى ان احنا ما بنرسم من تحت لفوق كويس من هاي ادريس لو ادريس ده العرف بس تلاقي الناس لما تبص تفهم كده يعني انا المفروض ان انا متفهم ان ده ادريس الف ده ادريس فين بس انا ممكن اعمل كل حاجه هي في الاخر سوفت وير يعني في الاخر اساين ادريسز في الميموري وتتحرك باي طريقه ممكن كله صح بس الكونفنشنال والنيفيشن كده زي ما انا عملتها عشان الواحد ما يتلخبطش. مين عنده سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ نصيحتي لكم تبصوا على كتاب الحلول للامتحانات ما تاجلوش لاخر السنه عشان الوقت ما يتزنقش منكم ولو عندكم اسئله ممكن تبعتوا لي ايميل او تكتبوا لي تبعتوا لي مسج او اتفق على ميعاد اكون موجود فيه او اقول لكم على الاوفيس اورز او اقول لكم على اوفيس اور المعيدين لو حد عنده سؤال اسال قبل الامتحان لما يبقى عندكم اسئله الماده اكتبوها على الوول بتاعه الفيسبوك بتاعه 211 هنعمل بوست كده لو عندك اسئله في شابتر 2 اسئله في شابتر 4 اسئله في شابتر 1 اكتبوا عليه اسهل لنا ان احنا نتراك لما بتكتبوا اسئله على الفيسبوك بتاعكم بنحاول نتراك بس ما نقدرش بعد الشباب بنلاقي اسئله كتير الناس بتجاوب على بعضها فمش مشكله كل واحد يجاوب مفيش اي مشكله في حاجه في كده بس الاسهل لنا ان انتم تسالونا على الورد بتاعنا البرانش زميلكم بتقول لي ليه برانش جيتر ده مش صح عشان البيس اوف كود جيفن ات ذا اند مش ببرانش يعني حطيه كده في بوكس وبديه انستراكشن واحده الكود اللي انا مديهولك مش ببرانش باي اوتسايد الكود ده فهو مش ايكوفالنت لبرانش هو الايكوفالنت اللي بيحصل فيه في الاخر ان في فاليو تو اسايند الاكس فهي ست ماشي ما هي او اساين فاليو ما هوش برانش لو كان في ليبل تحت بعيد عن الكود ده اسمه ال2 والكود ده في الاخر ببرانش ال2 ساعتها كنت اعتبره اذا برانش سودو ستاش ماشي شكرا يا جماعه كده بخلصنا المحاضرات بتاعتنا بكره هعيد النهارده بكره الاولى بكره الحصه الثانيه ضروري في سيكشن مجمع مره واحده هيبقى اوفر هيديه المهندس محمد طارق بن زياد محمد طارق هيحل المسائل التلت الربع الثالث في الاساينمنتس معاك ودي مسائل مش سهله ويا ريت تحضروها او تذاكروها كويس محتاجه شويه مجهود فيكم عشان شكرا يا جماعه وصلنا